السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهارده عن ايه اللي قدمه اللاعب الكبير أكرم توفيق في هذا الموسم مع النادي الأهلي ومنتخب مصر قبل إصابته بالإصابة اللي أصيبت بالأمس في ركبته اللي على إصرها هيغيب اللاعب لفترة ليست بالقليلة في هذه البطولة وفي هذا الموسم. طبعا كلنا زعلانين على إصابة النجم الكبير أكرم توفيق، سواء كنا أهلوية أو كنا زملكاوية، والدليل على كده رسالة الدعم اللي قدمها اللاعب الكبير أونكل زيزو حبيب الزملكاوية للاعب الكبير لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق، واللي قال له فيها قدر الله وما شاء فعل، ألف سلامة عليك وربنا يرجعك بالسلامة أحسن وأقوى من الأول إن شاء الله. هي دي الروح اللي ما بين لاعبي نادي الأهلي ونادي الزمالك طول الوقت. التعصب ده مش موجود إلا ما بين الجمهورين، جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، ولكن في النهاية لاعبي الأهلي والزمالك حبايب وصحاب وإخوات، ونسيبنا كلنا من النفوس المريضة اللي دايما بتبص للحاجة السيئة واللي دايما بتتمنى الشر لغيرها، فنتمنى كلنا التوفيق للنجم الكبير أكرم توفيق في الفترة القادمة، وإن شاء الله يرجع بالسلامة قريبا إلى الملاعب مرة أخرى، وكلنا ندعي للاعب إن شاء الله إن يتم شفاء على خير وإن تكون فترة إصابته فترة قليلة لا يغيب فيها كثيرا عن وجوده مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأنه لاعب مهم جدا للنادي الأهلي ومنتخب مصر. في النهاية كلنا بنتمنى إن شاء الله إن أكرم توفيق يرجع بالسلامة قريبا. دي مقدمة حبيت أقولها في الأول، ودلوقتي هنتكلم عن إيه اللي قدمه أكرم توفيق في هذا الموسم مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. فلعب أكرم توفيق في هذا الموسم 10 مباريات في موسم 2022-2023 في جميع المنافسات. جاءت مباريات أكرم توفيق العشرة على النحو التالي: 8 مباريات في الدوري العام المصري مع النادي الأهلي، ونجح في تسجيل هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف في هذا الموسم، وكان الهدف اللي سجله كان في مباراة الاتحاد اللي انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة. وخاض النجم الكبير أكرم توفيق مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، واللي نجحوا في تأهيل النادي الأهلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وكان فاز النادي الأهلي في أول مباراة في مباراتين اللي هما بتوع الاتحاد المنسترني، أول مباراة بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب، وكان لقاء الإياب انتهى بنتيجة 3-0 لصالح النادي الأهلي. وبكده تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات في المباراتين اللي شارك فيهم النجم الكبير أكرم توفيق، وشارك أكرم توفيق في مباريات النادي الأهلي كاملة في الدوري العام المصري ما عدا آخر لقاء اللي هو كان لقاء فاركو اللي انتهى بفوز النادي الأهلي في مباراة شارك فيها أكرم توفيق في آخر 3 دقايق من وقت المباراة. وتواجد أكرم توفيق مع منتخب مصر في مباراة بلجيكا الدولية الودية التي كانت بتقام في الكويت، وشارك فيها في 90 دقيقة كاملة من المباراة،
وحصل فيها أكرم توفيق على بطاقة صفراء في الدقيقة 79. المباراة اللي انتهت في النهاية بفوز منتخب مصر على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي كانت استعدادا للعب الفريق البلجيكي في بطولة كأس العالم اللي خرج على إصرها في النهاية من أول دور من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، البطولة الأقوى والأجمل في بطولات كأس العالم على وجه العموم. وكان سجل هدفي منتخب مصر كل من مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ايه اللي قدمه أكرم توفيق مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في هذا الموسم قبل إصابته في الركبة. في النهاية بنتمنى الشفاء العاجل للنجم الكبير أكرم توفيق، كما نتمنى من الجميع الدعاء للنجم الأهلاوي المحترم أكرم توفيق اللي هيفرق كتير مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة القادمة. طبعا النادي الأهلي طبعا كلنا عارفين ان هو بيستعد لبطولة كأس العالم للأندية، غير وجوده في الدوري العام المصري ولعبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات اللي هتبدأ برضه في الفترة القادمة. فمنافسات الأهلي كتير ومحتاجة لنجم كبير زي النجم الكبير أكرم توفيق. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.